الكره الكرت يالت هي الاولى اللي بدو بها ان شاء الله تعالى. لا ان شاء الله كلها صبيح حصرنا وجينا بلا بنادم يعني اسم الدار شوف شباب خطيرين كل شيء ملي يعرفونه مناظر لا دير واه كانت فايت نوتو كويس رامو داش رامو يا لاباس اش حالك؟ انا خير ياك معاف الله بعد عندك وقت تستاري بدات يا اخي جمعة انا صبيحة مات وتنقد بيا اللي نهارين يداهم ما نرقدها بير كلامي قلت انت عاد ترك مهم عندي ما شاء الله اول سبع قاعد قضيت الصبيحة استغفر الله قلت ساعتين ايام شوية خمس دقائق قر اللي نهارين الحمد لله انا وفيت منها ذاك زين ذاك زين صبيحة فويت منها ذاك زين مضبوط هو تقطر عن شي شغلة شي من العمل نعدلو فهمت معاه المهم يا اخوي سرهمو حد لا يشتغل والله لا يعدل الرواية يعود معدل الرواية ما فيها الكذب الكذب بس حقا مات له خارق اطلاقا مات له خارق ماشي على الطريق فهمت وحتى الشغل اللي فيها لاصق فيها مسيد لا نسمع عذر فت جيم جايس نصلي فيهم ولي يا اخوي سرهم يا اخوي سرهم اعرف اني انا ماني كاره لك الشغلة ولاني كاره لك تستفاد من شيء يا قال نختار لك شغلة ما فيها الكذب ولا فيها لطيف من هون ولطيف من هون ما عندي مشكلة ان شاء الله تعالى فهمت انا ما ضاش مضبوط عود اعرف اعلن الى عادل اللي متكلم مجنون يعود المصنع تعاقل الناس ما لا يتم خلي حد يكذب عليها ويلقف من هون ويلقف من هون ويعدل من هون ويعدل من هون يا قاري لين تشوف رقاج مسقم وتشوف رقاج هامو يشتغل وهامو يعدل شي صالح هي الناس لا يتمشي معها وانا ما خالق شغله عليا من تصلح انت وتعود تعدل شغله صالحه وتوفى من الكل اخر ملي قرار وفيد منهم ايه خلاص خليك ملي اخبارك ملي اخبارك لاباس خير خلاص مو فالخ مالي مشاكل والمشاكل هو اللي يجيب مال ما يجيب مشاكل حق بعض ولا انه دائما موحل قال حان مرتبنا وفين شنو تقول المشاكل وفين منهم بارح من وين حلفنا ان ما تين كذبوا ولا تين انفيروا ولا تين تعوجوا انا عليك من الشاهدي والله ما ما البارح من وين من قعدنا وقلنا على ما تين كذبوا حتى الان بينا احنا روسنا حق بعض وش طار اللي بس وش وين تاخر شي طار قاعد شي طار الفقد البر زين تسكتوا عنهم اللي انا ما عرفت عن شي ذات والده كان عدل والده كان عدل عنده شو عدل 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 خاسم عدلت ان شاء الله والده والده خليك من احنا ابدا هو شغل احنا ما تين كذبوا ما تين كذبوا ما تين انفيروا ولا تين تعوجوا الدار ابدا وفهم اللي كميه ما لحق بوش حتى انا المهم عندي لا تفهم الكذب تعدلوا شغله صالحه نزيهه ما تكذبوا فيها على حد ولا تعدلوا فيها شيء خاسر اعطينا طلع اعطينا طلع عندي لا تصلح نحن اصلحنا صار ذاك تقول لك ولا اخوي سرهم مصلح الحمد لله مرحبا قد فيري شوي برا اسكت ما هو كذا المهم لا كان يا ربي حمدك الاخوي سرهم ولك هو اصلح ويك هو الحمد لله لا يفهم الكذب ويفهم الكذب صاحبه ويفهم نلقيف من هون ونلقيف من هون هذا بعد قانا حامد عليهم ولان يا ربي حامدك ليه الماعين بعد ما هاتوا زيه والله ما يطول خوي سرهم ما يطول أموره ما تطول الله ما هم مزيفين حاني كان قد زيفهم بعد طيب ما هو معقول السلام عليكم السلام هذاك يا اخي واش راك شي اكل لباس يا الخير تاك معافي اكل لباس اكل لباس يا الخير انا قال لي ميسي امادو قال امادو ايوا في امادو نحن هنا وجينا اداره الضرائب ضرائب عليه ضرائب كره كره انت الكهرباء تجي كل ساعتين للنهار كره شو هذا دركاتي هذا كان بول مليون خرصوا لياسر خرصوا لا يقلبني يقدي ومره يقدي شوي ويطفي المهم المهم قال اسمع انا نقول شوف راه هيك دار كان داك دوري شوف واش راه يقدر دوري يطفي دار شوف اطفى بلي ما خلصت طبعا ما خلصت اكو دوري يطفي يس باسكو il faut un passe du temps le colère bi man dablare ba man korambi chaque jour qu'est-ce que tu fais شنو قال لك عنكم انتوا عنكم منطقه جنوبيه ودول معدة سياسه جديده وزعوا نواقشوط صار منطقه جنوبيه منطقه شماليه منطقه ساحليه ومنطقه غربيه يا كاش يا خف طاقه كره لا تشعلوا قاع قاع الكره قاع تعقبوا تشعلوا الاول خرمستوا به روسنا ساعه جي المنطقه الجنوبيه والشماليه وعندكم ساعه واحده للنهار ديك ساعه تجي الرابعه في الليل تجي الخامسه حد الكره يسهر له ما في عاده ما في عاده ما مسلسل وشون اللي عاد ما في عاده يس حد الكره يسهر له كان يجبره اسمع يا مولاي الضو إيه؟ انا اراني لك شو شكوى ما تيت نذوقها إيه. وشوف وياور ما تيت نذوقه وسب قاع احنا صمنا عنه وعدنا نقبض الانش والديوك اللي مصينا طبيب عليهم ما تاني قدو نقبضهم بين ما خالق فريق ولا خالق بوتيك يبيع ظلمت بات عليا وظل علي اذا كان ما يرقى الله وانا قاعد رايت رايت عود خلص ترى عندك قلنا لك عندك عندك ساعه في النهار ترى في كره ديك الساعه قد تجيك في وقت من الاوقات مو قاعد نشوف افرق ده شارج تليفوناتك عدل همك لا مولي دوله ما يسكت على دوله مطبقه سياسه السنغال بي ايه نلح من الحجاره كي نلح وبديك السياسه عندنا سطر وكره السنغال
بلي مستشفياتهم ما عندهم كرة؟ صدروا السينيغال، هذا هو اللي ربط قدحان الناس ويخلي قدحان. أنتم اللي خطوا تصدروا السينيغال، هاي المواطنين اللي باتوا في الظلمة مسكني وظلوا فيها ظلمة. تجيك كرة ساعة كافي، شرجي إنه تليفون هذا شرجي إنه ها يقدر يفيها 5000 قوية خلص أنا طرح. هذا خلصوا موش باش موجب سيدي. كرة الجاك هاك هو التزو انتم انتم تزو لا عدتوا لا جوتا قبل ضريبة وتم ماشي الله وبعد ما هو خارج الدنيا في الظلمة. المهم سيرو بلي فيان سي بور 5000 بطاقة بي قال لك اعطيها 5000 عاد لين يفقع عند عاد لين يفقع اعطيها 5000 اللي يلا 5000 3 2 بلس 3000 3000 4 5 مو هناك والله هذا هو التزو الى الفكتيرة عنا مو هناك والله انتم ما خليتوا لي باط الفكتور يا اخي دور شكرا كثير لا يجيبك انتم ما تجيبوش ما تجيبوا ما هو قبيل فالله هذا لله ما يعطوا ذا ولا قبيل فالله وتوفى. قلت لي ايه ايوه صارت قلت اليوم قايل تشرب خلطه هذا جيت معاهم بقى وش حال والدك صايبه لها ما شاء الله عليه بلقت لك السلام الله يعلمك خلص الهون الكره منهم ما شاء الله الحمد لله تبارك الله 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 ويجيني شوي شوي ينقطع عني ويجيني شوف فريقولي نحرق والتلفزة نحرقه قولي وقول لك وينقولي نحرقه وين احنا نهارنا ذا هون حارقين علينا في الجدار نقولي نقول لك خير ارجع فيها الله وخسرت ماكينتي ام نادم اللي في زري مول البوتيك يجيب واتا كبيرة من ينبول بيه اللي انا انت من اللي انا اشري فيه وتشتري وين حرقه تالي قام التاليات ما تعرفه جاوني ايام سهنين متعمي ما بيكون عينيهم وفيهم واحد اجنبي اجنبي اخو شعدل هنا وقالوا انهم جايين في اخبار الضوء ايوه ضرايب الضوء الضرايب حق بقى وقالوا لي بياناتي انا ملي كاملين واسمي وذفر عندهم وحالة الدار كاملة عندهم وقالوا اني فرصة لي نخلص فيكتير تضو انه لا يجيني ضوء ساعة واحدة الرابعة في الليل الرابعة قال الناس قاعدة فيها ترقدت حقيقة لا يجوهم ليش من الشواقة ما رديت لي خلصتهم واعطيتهم الفضه وقبل الفكتير ومشاو بها او اياك اعطاوك روسي والله ما اعطاوني روسي يا راجل حصلت لين تخلصهم يعطوك روسي بيدي انا سلمتك فالتي كنت تسال في عن الضوء تعطني اليه وبصل هذا هو بعد اللي صار قلت لك واخوي سرهم من المداري انا شوفه خوي سرهم خوي سرهم الحمد لله عاد الايام عاد يشتغل غير والله صرتك ما نعرف شغلته شنو حرت انا على الكارتيه بردت ما تشوفه هو ولا صاحبه ذاك كلاس انا رجع عنده عني لين نمشي فريقوي وتلفستي وين بوليني إذا كان خليته مكرش لا يطلص عليه الله ولا كاتيها لا نمشي يومي لا ينحرق علي ما رديت عليك هذا الله ما تجد حد يشرب معاهم التاب لا يشرب معاهم شيء أيوة ما رح قلت لك ذدي كرضا رشد خلص نبي عند الهم بسم الله الرحمن الرحيم كرضا الوقت وحدين قالوا لهم من الضرائب نفس المواصفات اللي اعطانا الده ضرائب ذا الوقت ذا قاعد بيه ايوا قول لهم يدخلوا له ايه يدخلوا ذا الوقت قول لهم يدخلوا له يدخلوا له يفصلوا ايوا ما فهمش بونجور مدام قال لك كان عندي كره هي عندي بس تو بكم وين ضربنا كلاس واحد ايه مخلص لا بيرات كبار يجيني ظل ما ترى ما خلاص الكاميرا ارجع الحب بين محمد 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 محم